الكثير من ملفات PDF هي مجرد جداول بيانات تضم بيانات مجدولة. هذا هو بالضبط حال هذا الملف الذي يظهر البدلات النقدية المدفوعة للسلطات المحلية في إنجلترا. لا يمكننا فعليا تحديد النسخ ونسخ الجدول إلى جدول بيانات. إذا كنا نريد فرز هذا الجدول حسب المبلغ الإجمالي ومعرفة من الذي حصل على أعلى بدل نقدي، فعلينا أن ننسخ البيانات يدويا إلى جدول بيانات. لنرى كيف يمكن لتابولا، وهي أداة إنشاءها صحفيون لاستخراج البيانات المجدولة من ملفات PDF، أن تساعدنا في ذلك. تمتلك تابولا واجهة سهلة الاستخدام وتعمل على جهاز الحاسوب الخاص بك، لذا إذا كان لديك معلومات حساسة فلا داعي للقلق حول إرسالها إلى مخدم آخر. اذهب إلى موقع تابولا تكنولوجي وحمل النسخة إلى نظام التشغيل الخاص بك. تعمل تابولا على أنظمة ويندوز، ماكنتوش ولينوكس. ستحتاج أيضا إلى تثبيت أحدث إصدار من جافا على حاسوبك. يرجى الرجوع إلى توثيق تابولا إذا واجهتك مشاكل. عندما تشغل تابولا سيتم فتح علامة تبويب ضمن المتصفح الخاص بك. هذا متوقع، ها هي تابولا تعمل. انقر فور استعراض واختر ملف PDF. يمكنك العثور على الرابط في صفحة الدورة. انقر على استيراد. تشاهدون صورة مصغرة للصفحة والصفحة نفسها في المركز. حدد الجدول الذي تريد استخراجه. كل ما عليك أن تنقر فقط وتسحب. تأكد من تضمين البيانات التي تريد استخراجها فقط. انقر على الزر الأخضر وانتظر. يمكنك أيضا حفظ الجدول في حاسوبك كملف CSV وفتحه بواسطة معالج جداول البيانات المفضل لديك. يمكنك أيضا حفظ الجدول في حاسوبك كملف CSV وفتحه بواسطة معالج جداول البيانات المفضل لديك.